انطلاقة هذه الأمسية الكروية الكبيرة. الرياض هذه الأيام أصبحت وجهة مفضلة لإقامة أهم الأحداث الرياضية في العاصمة السعودية التي جذبت العديد من نجوم العالم. بداية أحداث هذه الأمسية ليو أمام ضد كريستيانو، ميسي ونيمار، صراع المهارات، كريستيانو يتدخل أمام ليو لكن الكرة تبقى عند بي إس جي. طبعا فريق مدرب سطاف غدا محاولة لنجوم النصر والهلال في كرة بينية، ماريجا تمريرة لكنها بالخطأ أقرب إلى نيمار. نيمار 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 حول كرة إلى مبابي على جهة اليسار، محاولة لمصلحة بي إس جي، تحرك جانبي ليو، يصل كرة ليو، ليو الكبير في الليلة الكبيرة، أفضل من يحمل الرقم 10 الفائز بالمونديال، ليو يا عيني ليو، ميسي يا عيني ميسي، هدف أول لبي إس جي، لمسة فغمزة فكرة ساحرة في الشباك بروعة. التمرير والتمهيد والصناعة بكرة عرضية نحو نيمار، امبابي، نيمار 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 المين، لكن التمريرة ضاعت، استعادوها سريعا. مش طبيعيين بصراحة، مجانين هؤلاء، هذه الأسماء اللي تقدم لك الليلة سحر كروي غير عادي. نيمار التمريرة، برافو سلطان. ولذلك فإنه حضور اليوم كان لافت. حلوة 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 حلوة، كريستيانو رونالدو بكرة، يا إلهي كيلورنا، ما اسمع علي كريستيانو، هي ليست إلا البدايات، هي ليست إلا الوهلة الأولى. كريستيانو التسديدة، الكرة تبقى لمصلحة لويس جوستافو، تسديدة لكنها بعيدة للغاية وتنتهي بعد ذلك إلى ضربة مرمى. أول فرصة لنجوم وأيضا للبارسا بالنسبة لليونيل ميسي، محاولة في وسط الميدان، تغطية وتدخل أقرب إلى يونسو العويس من أجل هذه المباراة الاحتفائية. ليو ليو ليو، ميسي على جهة اليمين، سولير تمريرة لمبابي، ومبابي بتمريرة خطيرة وفرصة، برافو خيبري، تدخل في اللحظة الأخيرة، في اللحظة الأخيرة خلصها أمام هؤلاء المجانين يا جماعة. مش طبيعي بي إس جي بهذا الكم من النجوم، وبهذا تصل بعد ذلك باتجاهية ليو، مبابي، ميسي، مبابي يبحث عن حلول، مبابي يحاول اختراق الدفاع أمام أكثر من لاعب، نيمار إلى ليو، مجموعة من التمريرات تصل بعد ذلك، محاولة أقصى جهة اليمين، حكيمي يحاول المغربي، تمريرة حلوة 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 حلوة، لكن الدفاع يتدخل، يا الله، يا سلام يا سلام. النصر والهلال تعود مرة أخرى، لمسة فيها تغطية، ساعدها ليو، ميسي يبحث عن حلول في المرتدة السريعة، خطيرين للغاية، مبابي أمام التغطية، برافو غيبري، تدخل في اللحظة الأخيرة في وسط الميدان، مارتينيز لحضور مباراة بهذا المستوى. كريستيانو رونالدو، رونالدو حلوة 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 حلوة، كريستيانو بمهارته عدى، رونالدو هنا يا جماعة، كريستيانو بتمريرة رويس، لمسة يد مصعد رونالدو، احذروا من كريستيانو، لا زال جائع، احذروا من رونالدو. نجم الهلال أمام نجم بي إس جي إلى نجم النصر، مارتينيز سمويه، مارتينيز يحاول بحث عن حل، عودة بعد ذلك إلى لويس، جوستافو رونالدو، جوستافو كرة، يا إلهي، والله نواس نواس يا جماعة، والله كيلور والله كورة، والله كيلور والله كورة، يرغبون في الدخول للمتابعة، وكريستيانو في المتابعة، وكريستيانو مر فيها خطأ حكم، معنى هذه حكم فيها خطأ حكم، أشار إلى استمرار لعب بدالي أنه في خطأ على راموس سانشيز، من ضمنها بيكاديلي في لندن، وأيضا بعض المناطق الأخرى اللي ستشهد حضورا كبيرا. كرة عرضية خطيرة لنيمار، نيمار وكرة، برافو العويس، برافو العويس في اللحظة الأخيرة، لقطة في منتهى الروعة، سرعة المباراة، رتم المباراة، وحلاوة المباراة. نيمار يا نيمار، قبل أيام من خوض مباراة الرسمية الأولى في الدوري السعودي في دوري روشن، نيمار أقرب للكرة، تصل إلى فابيان رويس، نيمار، مبابي يحاول يمر، مبابي يحافظ على كرة، مبابي
يبحث عن الحلول للبيزي الوانتو حلوة وبابي بتمريرة دتها نيمار. يا الله يا سلام على مبابي وعلى لقطاته على فنياته ومهاراته. حلوة يا ولد، لعبة في منتهى الروعة من جانب كيليان امبابي. نيمار كان في القائم الثاني لكنها ضاعت لنجوم بي اس جي. عودة لسعود مرة أخرى، تحرك من جانب ماريجا، يصل كرة موسى، ماريجا يبحث عن الحلول، تمريرة ترد سعود، عبد الحميد يبحث عن لمسة باتجاه ماريجا، تغطية وتدخل لا زالت بكرة عرضية وصافرة من جانب حكم المباراة على وجود حالة تسلل في اللقطة الماضية على سعود عبد الحميد الظهير الأيسر في هذه المباراة. رئيس نادي باريس سان جيرمان حاضر لأحداث هذه المباراة والحدث الكبير هنا في ملعب الملك فهد الدولي. لمسة في وسط الميدان باتجاه ليونيل ميسي يغير اتجاه اللاعب، حلوة في المساحة إلى مبابي. مبابي يحاول يمر، مبابي بتمريرة أمامية، برافو سعود في التغطية. ثلاثة مجانين يقودون هجوم ريال، أو كانوا لسنوات في ريال مدريد، سنوات في البارسا، اليوم عند ميسي. هذه اللقطة نشوفها، ميسي بتمريرة لمبابي لكن بعيدة. أتكلم على ثلاثي رهيب رهيب للغاية بالتأكيد مع وجود ليونيل ومبابي ونيمار. ألف مشجع، ليلة استثنائية. خاطئة الكرة تصل إلى بيتي، عندك يا سالم التورنيدو بيني رونالدو وكرة، لكن التغطية التغطية من راموس وبعد ذلك إلى ناباس. هل كان في لمسة يد في اللقطة الماضية؟ ومحاولة للفوز بالألقاب في هذا الموسم. الكرة تصل إلى بيرنات، حلوة حلوة تصل بيرنات والتمريرة، لكن التغطية ضاعت الكرة إلى سانشيز، بيني إلى حكيمي، ميسي لحكيمي، تغطية تدخل واحدة مرتدة يا شباب. كريستيانو يحاول مع هذه اللقطة، لمسة إلى موريجا، تدخل من جانبي فابيان رويس. ميلان وإنتر وفوز إنتر بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. بيني باتجاه مبابي، مبابي 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 يحاول يمر بكرة في التسلل يا كيليان، فرحة لم تكتمل يا مبابي في التسلل على مبابي. النقطة الماضية إشارة من الحكم المساعد وفرحة مشجعين، نهضة غير عادية في البلد في مختلف المجالات بصراحة. كريستيانو مع هذه الكرة، محاولة لمصاعدة رونالدو، انتظار سالم، حلوة بالكعب باتجاه سالم، حكيمي في التغطية، روعة كبيرة من جانب حكيمي. أشرف حكيمي ظهير أيمن بمواصفات عالمية. سعود تغطية أمام ليو رويس من سولر، ليو يحاول ليو ميسي بتسديدة لكنها بعيدة، ضاعت هنا ركنية قوية من جانب ميسي، قوية من جانب ميسي. اللقطة الماضية تزيد صدمت في لويس، لمسة تمريرة، نموذج رائع وناجح هذا بي اس جي اللي سيطر لسنوات على كرة القدم الفرنسية. برافو بلين، تغطية في اللقطة الماضية أمامية بعيدة عن الكل في هذا الكرنفال الجميل في الرياض. محاولة من جانب ليو، نيمار، بيرنات إلى مبابي، تغطية وتدخل من جانب يونسو، أمن على الكرة في الأخير، تحولت إلى ضربة مرمى. مع هذه الفرصة يا كريستيانو، الكرة عرضية براس خطيرة لكن عدت. يا ركلة جزاء، نعم نعم ركلة جزاء لرونالدو الصافرة من الحكم. بالسلامة إن شاء الله كريستيانو، بالسلامة كيلور، بالسلامة صاروخي ماديرا. الكرة اللي كان في احتكاك، الإشارة بوجود ركلة جزائية لرونالدو مع هذه اللقطة، مع الإشارة من جانب الحكم من أجل العودة. رونالدو الآن مع هذه الكرة أمام ناباس، صاروخي ماديرا، رونالدو، رونالدو سيسجل في هذه الأمسية. مرتدة سريعة بيتي وسالم، سالم مر، سالم مر، تغطية
نجوم النصر والهلال هو اللي يمسك كرة، هو اللي يضغط في هذه الأثناء. جول سامو سالم يحاول يمر يتأخر، التغطية أمامه، العودة بعد ذلك سريعة لمصعد كيليان مبابي، مرتدة سريعة ثلاثة على ثلاثة. نيمار مع مبابي، نيمار إلى مبابي، نيمار مبابي داخل منطقة الجزاء، تسديدة لكن انصدمت، وبعد ذلك إلى ركنية حلوة 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 حلوة. تمريرة الرد فابيان رويس، الكرة العرضية خطيرة، الثاني لماركينوس، روعة كبيرة، روعة 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 يا ماركين، تمريرة والأروع والأجمل، ماركينوس المدافع الهداف، ماركينوس يتقدم لبيزي في هذه الأثناء. ذهب مبابي يحاول إلى اليوم، ميسي تمريرة الرد حلوة، يا عويس لا مثيل لمحمد العويس، الله على اللقطة العالم، ردة فعل غير عادية، ميسي يا جماعة ميسي، ميسي تمريرة حريرية جميلة لكيليان إلى نيمار، اشتغلوا ميسي الوانتو لنيمار، ونيمار تبويه، ونيمار مر وصافرة من الحكم، وجود ضربة مرمى، لا شيء في هذه اللقطة. طبعا ميسي ونيمار ومبابي، الموضوع صعب صعب جدا، الموضوع صعب للغاية يا جماعة. شوفوا نيمار، شوفوا نيمار، شوفوا نيمار، ركلة جزائية أم لا؟ نشوف ونتابع قرار الحكم اللي اليوم أخرج البطاقة الحمراء رقم 72 في مسيرة تحكيمية، يشير إلى وجود ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء لنيمار، وهذه الفرصة لبيسي من علامة الجزاء. نيمار والعويس، نيمار والعويس، نيمار والعويس، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، كبير يا محمد، برافو يا محمد، يا السلام على العويس، ردة فعل 2-1 على حالها، وفرصة لمصعد كريستيانو. رونالدو وحده، رونالدو وحده، رونالدو وحده، رونالدو يحاول ينتظر مساندة، وينك سعود؟ تأخر سعود، عبد الحميد عاد إلى بيتي، مارتينيز خطأ لمصعد نجوم النصر والهلال في هذه اللقطة، وين كريستيانو؟ وترقب وانتظار وفرصة متاحة، رونالدو حطها لكنها في الجدار، والثانية في الجدار، والثالثة ضاعت بعد ذلك من الهجوم. عبد الحميد بكرة عرضية بالرأس خطيرة، وكرة يا إلهي، رونالدو الكبير، ليلة كبيرة يا صاروخي ماديرا، مرحبا بك في المملكة، رونالدو يسجل ثنائية. أشكركم سيداتي وسادتي على حسن المتابعة، نلتقيكم مع انطلاقة شوط المباراة الثاني في هذه اللقاء. جميل ممتع، تاليسكا ياخذ دورة في قائمة الفريق، تاليسكا بيتي مارتينيز بالرأس حلوة، وكرة يبعدها نباس في اللحظة الأخيرة، كيلور نباس يستعيدها مرة أخرى، لجاميب لجاميب لجاميب، يحاول بناء الهجمة إلى تاليسكا، يحاول تاليسكا مع هذه اللقطة بتسديدة قوية لكنها في يد نباس، الكرة عند كيلور، شوط ثاني الكرة للويس، السحر عندك يا تاليسكا، قوية لكن عالية حلوة يا ولد، جميلة من أندرسون، قوية من تاليسكا لكن اعتنت المرمى، خطيرة اللقطة الماضية. وبعد ذلك يمكن أن نستمتع أكثر بالأجواء، تدخل من سعود، إصابة لنيمار، بالسلامة إن شاء الله للمحاولة الفوز المرة أولى بالتشامبيونز ليج، تسديدة حلوة، والعويس كان أروع، لقطة في منتهى الروعة، جميلة من كيليان، لكن العويس نجوم النصر والهلال في هذه الأثناء. كيليان مرة من سعود، مبابي عدى، مبابي مر، مبابي تمويل، مبابي يبحث عن الكرة العرضية، خطير عدى حلوة، وكرة راموس
بعده. كريستيانو حطها خطيرة راموس وقوية ودفاع، وبعد ذلك إبعاد. الصراع بين اللاك حلوة 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 يا بيتي يا بيتي يا بيتي. تدخل من راموس أمام لويس جوستافو، وبعد ذلك تحولت الكرة إلى ركنية. سيرخيو سعادة كثير، بيتي عرضية بالرأس، الله الله، الشمشور الكوري، هدف التعادل. التمريرة فيها تغطية وتدخل يساعد بعد ذلك عناصر بي اس جي. فيتينها كان في اللقطة الماضية، آسف. ليو باتجاه نيمار، نيمار نيمار، الخطورة كلها عندها كيليان. نبت ميسي تسديدة في صافرة، ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء. امبابي يريد التقدم مرة أخرى لبي اس جي أمام العويس. امبابي والعويس، امبابي، الفتى المدلل، القائد، النجم، الموهبة، السحر، الأهداف، الكثير من الأشياء. تغيير تم، تصفيق الجماهير، الحب الكبير لكريستيانو رونالدو. مرحبا بك معنا. قرب إلى دوناروما، لكن شوط ثاني نشوف لاعبين يقدمون في مردود رائع، لكن هذه هجمة مرتدة. إيكي تيكي مهاجم خطير جدا داخل منطقة الجزاء، وفرصة وهدف خامس، خلص على المباراة. إيكي هدف خامس في هذه الأثناء. إيكي إيكي يسجل هدف الخامس ورد فعل بابي. لقطة الختام في هذا الكرنفال، تاليسكا.